مرحبا فيكم بالجلسة الخامسة من بنية الحاصل. اليوم جلستنا راح تحكي عن وحدة الحساب المنطقية. هلا، وحدة الحساب المنطقية هي فكرة انه بتجمع عددين، الـ A، هذا الـ A هو بأربع خانات، والـ B طبعا بما انه اربع خانات فهو 16، 16 يعني العدد ممكن يكون من 0 ل 15، بتجمعهم مع بعضهم. يعني بندخل هون عدد بأربع خانات وهون عدد بأربع خانات، بتجمعهم وبطلع الناتج هون. تمام؟ يعني هي فعليا بتقوم بأربع عمليات، بتقول a زائد b وخرجت تسوي كمان a ناقص b، وخرجت تسوي a زائد واحد، وكمان خرجت تسوي a ناقص واحد. هدول الأربع العمليات الرئيسية اللي ممكن تسويهم هاي الوحدة الحساب المنطقية. وطبعا في عندنا هون السي صفر، هو هذا الكاري فلاج، يعني إذا في عندي حمل سابق أنا بفعل له إياه. وهون إذا كان الخرج له حمل، وهون بيطلع خرج الجمع أو خرج الطرح أيا كان. طيب هلا خلينا اول شغله نأمن على الريجستر A، هدول اربع خانات بنحطهم هون. هلا بنوصلهم كل وحده بوحدها، هاي ريجستر A خالص. طيب هلا نحن هون بجلستنا استعملنا المالتيبلكسر، ليش؟ لانه العدد اللي بدنا يعني ممكن نجمعه وممكن نطرحه. بالبي سي ما في شيء اسمه طرح، مثل ما اخذنا بالمعالج المصغر ما في شيء اسمه طرح. يعني مثلا بدي اقول انا a ناقص b هو عبارة عن a زائد b متمم زائد واحد، يعني المتمم الثنائي للبي. ففعليا بروح بجيب مالتيبلكسرين، هاي الاول وهي الثاني. تمام؟ فبروح بدخل عليهم قيم البي، يعني هو المالتيبلكسر هو راح ينخب لي اياهم مو اكتر، يعني بس هيك وظيفته انه ينخبن عشان ما اعذب حالي ارجع احطهم. بنسخ نسخة من هدول. كوبي، بسوي نسخة هون. خلصنا. وهلا بوصلن وين؟ مع الريجستر، عفوا مع المالتيبلكسر، هاي الاول وهي الثانية. هاي اذا كان بدي المالتيبلكسر انه يطالع لي مثلا العدد على حاله. اذا طالع لي العدد على حاله، يعني a زائد هو دوما الوحدة هاي المنطقية، هاي دوما بتتعامل مع شيء اسمه جمع، ما بتتعامل مع شيء اسمه طرح. يعني ما بتعرف انه شيء a ناقص b، هي بتعرف a زائد شيء، هذا الكل اللي بتعرفه هي. تمام؟ فمعناته انا لما بقول له، خليني هون اوصل هدول، الخرج تبعه لازم يكون اربع خانات، هاي خانتين وهي خانتين، فصاروا اربعة. تمام. طيب هلا هون ايش كمان نضل بدنا؟ بدنا اقطاب تحكم تبعت المالتيبلكسر. اقطاب التحكم والانيبل. الانيبل مثل ما قلنا نحط له جراوند ارضي عادي، فبنروح نوصله مباشرة، وهذا مشان ما كتر وصلات نوصله هون، وهذا مع هذا كلياتهم سوا، فصاروا كلياتهم هدول بيجي صفر، بينفى فبصير وحدات، فمعناتها هدول كلياتهم شغالين. طيب والله بدي مين اقطاب تحكم. طبعا اقطاب التحكم مشتركه ما بين هاد وما بين هاد. اقطاب التحكم هي كمان عباره عن لوجيك ستيت، نحط اثنين هون، هاي الاول وهي الثاني، نبطه واحد مع الاي واحد مع البي. تمام؟ وبنفس الوقت اللي مربوط مع الاي باخذ منه خط وبطالعه للفوق، لا اربطه مع الاي كمان، والبي المربوط مع البي باخذ منه خط وبربطه مع مين؟ مع البي، ارتبطوا. وطبعا لا انسى الكاري فلاج، اذا كان في حمل سابق هلا راح يفيدنا هذا بالعمليات الطرح. هيك بيكون تمام. هلا انا بدي مين بقى؟ بس بدي شغله، الخرج لوجيك بروب، اربع منهم، اي اولى ثانيه ثالثه رابعه. وهون حمل، اذا طلع في عندي حمل زائد. طيب هون خلصناه، وهون هي خلصناها. طيب بس وحدة واحدة. هلا هيك بيكون دائرتنا تقريبا خلصت. تمام. بس اذا بنلاحظ انه المالتيبلكسر حاليا انه فيه، اذا بنلاحظ انه في عندنا خانات فاضية. يعني مثلا هون انا اقطاب التحكم انا حطيت صفر صفر. ايش يعني صفر صفر؟ صفر صفر يعني اول خانة من هذا القسم، هذا القسم. تمام. بس هون بيطلع لي اول خانة من هون واول خانة من هون، وكمان نفس الشيء لمين؟
هذا المالتيبلكسر، يعني اول خانه من هون واول خانه من هون، وفعلا انا موصلهم عليهم. يعني ايش بده يطلع لي؟ يعني بده يطلع لي الريجستر بي مثل ما هو، ويروح لوين؟ بده يروح لهون. وهذا مثل ما قلنا، هذا بس بيفهم شغله واحده انه يجمعهم. تمام، بس عملنا رن البرنامج ورنينا، مثلا انا بدي 1 زائد 1. ثواني، هي ليش ما تعرفت؟ ثواني اطفي البرنامج، محير الوصلة. طيب ابو شوي صار معي ايرور، ما بعرف ليش، بس بما انه البرنامج يعني مكرك فهيك بيصير. هاي الوصلة صار فيها غلط فبيطلع منه للبرنامج، ما عندي علم ليش صارت معي بالمخبر كمان. المهم هلا اشتغل نظامي. طيب مثل ما قلنا بدنا نجمع 1 زائد 1، فعلا راح اعطاني اياه الجواب 2، هيك تمام. طيب هلا بدنا نجي للطرح. الطرح مثل ما قلنا هو ما بيعرف شيء اسمه a ناقص b، هو بيعرف انه a زائد b منفية زائد 1. يمكن رجع مرة تانية الايرور كوني هون، ما بعرف ليش، بس المهم هي الفكرة. طيب والله خلينا نستعمل الطرح. اول شغلة اذا بدي اطرح، انا بدي اخليه a زائد نفي مين؟ نفي هاد، فمعناته انا من مالتيبلكسر لازم يطلع لي النفي، فبروح بجيب بوابة النات بما انه 4 خانات، فبدي كل وحدة انفية، نفي هون ونفي هون ونفي هون وهون، باخذ منه خطوط، هاي للاولى، لا ثواني، وهي من الثانية لهون، وهي من الثالثة لهون، وهي من الرابعة. تمام، هلا وين بوصلنا هدول؟ مع القسم الثاني من المالتي بلكسر. لسه انا عندي اماكن شاغرة فاضية، هون كمان هون، ومن القسم الثاني هون بوصل هون. تمام، طيب الواحد هلا من وين بدي اجيبه؟ نحن مو قلنا مثلا a ناقص b هي a زائد b متمم، يعني ما في ال b زائد واحد. الواحد من وين بجيبه؟ بجيبه من هون من الكاري فلاج. يعني هلا شغلنا البرنامج ان شاء الله ما يضرب ايرور. تمام اشتغل. فمثلا هدول صفار، حلو، هدول كلهم صفار، يعني فعليا لسه ما مسوي شيء، وانا شغلت بس الكاري فلاج الحمل، فعليا الجواب واحد، يعني ضاف عليه واحد هيك من لا شيء، علما انه الجواب 0 زائد 0 هو 0، بس انا عندي الحمل واحد يعني زاد عليه واحد فصار واحد. تمام، طيب مثلا لنفترض انا بدي اقول له a ناقص b. تمام، هلا ال a ناقص b معناتها انا ايش بدي افعل؟ بدي افعل بوابات النفي مشان يجيني هذا ال b يكون منفي. فعلا هدول اشتغلوا، طلع لي الخرج مين؟ الخرج الثاني، الثاني تو سووني نطلع هون كمان الثاني، هون كمان الثاني، واللي هن الخرج المنفي. يعني مثلا انا بدي اقول 4 ناقص 1. تمام، 4 ناقص 1 شاد 3، بس هون الجواب طلعنا 2. ليش؟ لانه انا ماني مشغل شيء لسه، ماني مشغل له حمل، لانه هو فعليا ايش سوى؟ قال لي a زائد منفي ال b. تمام، لسه انا ما حطيت واحد، فهلا حطيت واحد فالجواب فعلا 3. تمام هيك، ايه. والكاري فلاج هون اللي على الخرج، هالدلالة هذا ايمت بنطلع عليه؟ فعليا بنطلع عليه بس وقت الطرح، سواء اذا كانت ال a اكبر من b او ال a اصغر من b. تمام، هلا مو واحد، هذا مو واحد، فمعناته الدلالة انه ناتج الطرح موجب. تمام، فهلا اذا عكست الآية، اذا عكست الآية وقلت مثلا 1 ناقص 4، تمام، 1 ناقص 4 مثل ما بنعرف هي شقد؟ ناقص 3. هلا هون بغض النظر عن هذا، هو ايش بدي طالع لي؟ طالع لي هون الكاري فلاج 0. ايش يعني 0؟ معناتها ناتج الطرح سالب. تمام، بس انه بنلاحظ انا ما طالع لي ناقص 3، انا طالع لي رقم ما بعرف شو هو، او بالاحرى بنعرف شو هو، واللي هو متمم، المتمم الثنائي للعدد 3. تمام، فانا اذا كان عندي ال a اصغر من ال b فلازم هون ايش اسوي له؟ اروح اتممه ثنائيا. تمام، يعني ايش اسممه ثنائيا؟ يعني هذا اخده انفي، يعني الجواب انفي، واضيف عليه واحد وبطلع معي الجواب مثل ما بدي. تمام، هلا ما سويت الانسب بالمحاضرة، بس يعني بناخذ 4 خانات من هون نفي ننفيهم، وبنحط وحدة حساب جديدة بناخدها عن نفي،
طب راح اسوي ثواني، راح اخذ وحدة حساب جديدة، طفي البرنامج. هاي وحدة حساب جديدة، مثل ما انا بدي تاخذ قيمتين، راح تاخذ القيم من وين؟ راح تاخذ القيم من هون. بس قبل ما تاخذ القيم من هون راح تاخذ المنفيات، منفيات ثنائيا، تمام؟ طيب بما انه منفيات ثنائيا بدي نط، 4 نط. هاي نط الاولى، الثانية، الثالثة، والرابعة. مو وصلا. هاي الثانية، هاي الثالثة، هاي الرابعة. هلا وين نوصلن؟ على ريجستر اي، عشان ينجمعوا. مع مين بدهم ينجمعوا؟ مع القيمة واحد. فالقيمة واحد انا هلا بصير مخير، ايش بسوي؟ اما بحط هون كاري وانا بفعله بواحد، او اجيب 4 لوجيك ستيت هون اجمعه مع هذا احط القيمة واحد، فيعني ما بتفرق. فراح اجيب لوجيك ستيت هيك اسهل شيء، اعمل لهم هيك واحط لوجيك بروب، 4 من اللوجيك بروب، هاي 4، الاول والثاني، هاي الثالث، وهي الرابع. طيب مين اشبه اللوجيك بروب الاخير للحمل، اذا في حمل هون، تمام. هلا هيك نحن قبل شوي قلنا لازم يطلع جواب 3، خلينا نشغل البرنامج، خلينا نشغل البرنامج ونعمل هو واحد، فطلع الجواب شقد، فطلع الجواب 2. هلا انا سألت الانسة، ما عرفت يعني ايش الايرور، ما فهمت انه ايش الغلط اللي عم يصير، بس انه بدي اجمع واحد كمان مرة تانية هون، ما عرفت ليش. فبدي اروح اجيب كمان 4 لوجيك بروب، لوجيك ستيت، هون بدي اجيب 4 لوجيك ستيت، هاي 4، ومنوصلهم هون. هيك بيكون وصل، وانا حطيت هون واحد. طيب نرجع نشغل البرنامج، لازم واحد، واحد، صفرين، لازم يطلع 3 هون، تمام. هون طلع 4، طبعا اذا طفيت هذا بطلع تمام الشغل. طيب اذا طفيت هذا وشغلت هذا، تمام، اشتغلت معناتها صح، بس ما بعرف ليش ما اشتغلت قبل شوي، يمكن لانه ما لي حاطط هدول، لازم اجمع له 0. ثواني خليني اجرب انه اشيل هدول، ثواني، اذا شلناه هون ورنيت البرنامج فعلا طلع غلط، معناته هدول حصرا لازم احطهم بصفار. هي الفكرة اللي ما زبطت معي، تمام. فهدول حصرا لازم احطهم بصفار مشان يطلع لي تتميم صحيح، يعني هو عم بجمع مع شيء مو معلوم، تمام. لازم اقول له مين انت، انه انت مع مين عم تجمع، بعدين الكاري، يعني هذا نفسه بس عبم فيه، عم بجمعه مع صفار كاني ما عم بجمعه مع شيء، بعدين بضيف بواحد. طيب هي خالصين منها. هلا هون اذا بنلاحظ كمان انه في عندي قسمين لسه عمان مليانات، فيني امليهم بغير شيء، واللي هو انه مثلا انا بدي اضيف بواحد، هو فعليا نفس الفكرة هي هلا اللي صارت، نفس هي الفكرة انه بروح بقرضهم، مثلا انا الاخذ الثالث بدي اقرضه، بس نوقف البرنامج، انه هون هذا بدي اقرضه، شلون يعني اقرضه؟ بوصله مع الانيبل، هذا كله صفار لانه، وهذا نتواصل مع هذا. طيب هلا هون مين كمان؟ الثالث، هي القسم الثالث من هون، والقسم الثالث من هون هو الانيبل، هون خالصين منها، تمام. طب هلا خلينا نطفي هدول كلياتهم هيك هيك على ال 24، هون نطفي كل شيء، هون منا فيهم، هون حاليا منا فيها، نرجع لهون. طيب هون مثلا انا العدد هذا عندي ال A بدي اجمعه، او بالاحرى بدي اضيفه بواحد بس، فانا ايش بسوي؟ انا بروح اشغل القسم الثالث، القسم الثالث ايش راح يطالع لي؟ بما انه كله مقرض، يعني كله صفار،
راح يطلع لي كله صفر، فلو وين راح يجي هذا الصفر؟ راح يجي لهون، فمعناته هو ايش راح يقول لي؟ يعني اي زائد بي معناته البي هي صفر، كلها اصفار وزائد واحد من هون انا من عندي، يعني نعتبر هون هاي اثنين، الجواب لازم يطلع ثلاثة هون. خلينا نشغل، ثواني شوي، الجواب هون طلع مو ثلاثة، هون طلع خمسة. طيب ايه عرفت وين الغلط؟ الغلط هون، انا مخربط بالوصلات، خلينا نطفي البرنامج، انا مخربط بالوصلات، هي الرابعة، انا لسه ما حكيت على الرابعة، قسم الرابع من المالتيبلكسر، خربطت هون، فهذا بوصله هون، فهلا هيك لازم يطلع الجواب صح. يعني فعليا انا بدي اضيف هذا بواحد، بس بعمل له هيك جواب ثلاثة، يعني اثنين زائد اللي اجاني من هون، اللي اجاني من هون هو القسم الثالث، القسم الثالث، القسم الثالث، القسم الثالث، واللي هو صفار اجى لهون، 2 زائد صفر هو 2، ضفت عليها واحد الجواب 3. تمام، طيب هاي خلصي منها. هلا لازم نلاحظ كمان عندي قسم رابع من مالتي بلكسر ماني مستهلكه، راح استهلكه بالجراوند. هلا بتشوفوا انه ليش جراوند، لانه في ملاحظة جراوند وين اصلا كمان المحل. طيب صير هون، خلينا هيك نعمله، هذا القسم الرابع، هذا هون. طيب هاي القسم الرابع من هون راح اوصله مع هذا كمان، لانه هو رايح لهنيك، وهذا بوصله مع هون، وهذا القسم الرابع كمان بوصله مع هون. تمام، طيب هلا هون في عندنا ملاحظة، اذا كان عندي العدد، اي عدد بدي انقص منه واحد عشان ما اعذب حالي واقول له مثلا، نحن مثل ما بنعرف هي بس تجمع، ايش معناتها ايش هون، ايش بدي اقول له؟ بدي اقول له الاي زائد متمم الواحد زائد الواحد، متمم الواحد للواحد زائد واحد، يعني متمم الثنائي للواحد. تمام، عشان ما اعذب حالي، في ملاحظه انه اي عدد بنظام عده اذا بجمعه مع اعظم عدد فبطلع لي العدد نفسه ناقص واحد بغض النظر عن الحمل. يعني مثلا لناخذ مثال، عندنا الرقم 70، الرقم 70 بالعشري، الرقم 70 مؤلف من خانتين، ايش هو اعظم رقم من خانتين ممكن اوصل له هو بالنظام العشري؟ هو 99. تمام، 70 زائد 99 بطلع الجواب 169، اخر الخانه الثالثه هي واحد، هذا هو حمل، فبنكبه على الزي والجواب 69. تمام، طيب وهون كمان عندنا نفس الشيء، اذا انا عندي اربع خانات، اعظم شيء مثلا عندي الرقم ثلاثه، تمام، انا بدي اطرحه بواحد، فبروح مع مين بجمعه؟ هذا مطفي من على فيه والله، بروح مع مين بجمعه؟ بجمعه مع اعظم شيء، اعظم عدد من اربع خانات، واللي هو اربع وحدات. مين هو اربع وحدات؟ القسم الرابع من هاد، القسم الرابع من هاد، القسم الرابع من هاد وهاد. تمام، يعني اذا شغلت البرنامج فعلا طالع لي اربع وحدات، هي واحد واحد وهي واحد واحد. تمام، ففعليا هذا هو العدد الريجستري، واللي هو شو ضلنا؟ ثلاثة. جمعته مع مين؟ جمعته مع اربع اعداد هون، مع اربع وحدات، اربع وحدات ايش يعني؟ يعني اف هون 16، معناته الجواب شو لازم يكون؟ 3 ناقص 1 الجواب لازم يكون 2، وفعلا 2. تمام، طيب هي كل شيء عن جلستنا، بس في عندنا هون الشغله اسمها بدنا نوظفها، اسمها 7 سيج بي سي دي. هذا هو عباره عن برنامج شغال. طيب اذا حطيناه هون انه بفيدنا انه عشان نشوف القيم اللي عم بتصير مو اكثر، عشان اذا ما عرفنا نقراهم بالثنائي نقراهم من هون بشكل مباشر. نرجع نشغل برنامج رن، فعليا اثنين مثل ما قلنا، ثلاثة ننقص منه واحد على نفس الفكرة اللي قلتها قبل شوي، فالجواب اثنين. اذا قلت مثلا انا بدي صفر صفر هون، هون عندي هذا الرقم ثلاثة، بدي اجمع معه رقم اثنين، فالجواب لازم شو يكون؟ خمسة، فعلا جواب خمسة. اي أيوة، وعلى العمليات وهيك، طبعا خرجي احط واحد منه هنيك، يعني من هذا 7 سيج بي سي دي احط واحد منه هون، وشان اتاكد من هالشغلات. هذا كل شيء بيكون عن الجلسه الخامسه.